شهد معبر رفح البري اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية متجهة لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة. واستقبل المعبر عددا من الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية. للمزيد ينضم إلينا من أمام معبر رفح محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة الشاحنات التي تدخل من خلال بوابة معبر رفح البري دخولا إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ربما هذه شاحنة تدخل الآن وتلك شاحنة خارجة يعني بعد أن أفرغت حمولتها، فهذه هي الحركة الآن داخل معبر رفح، الشاحنات التي تدخل تباعا لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة لدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. إذا ما تحدثنا عن حركة المساعدات اليوم نتحدث عن دخول 166 شاحنة لمنفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 114 شاحنة إلى منفذ العوجة، لكن هذه الأرقام أيضا تزداد لأنه في يعني الساعات الأخيرة بعد ظهر اليوم هناك عدد من الشاحنات أيضا لازالت تدخل، وهذا على غير العادة أن هناك عدد من الشاحنات تدخل بعد ظهر اليوم بخلاف الشاحنات التي دخلت صباح هذا اليوم. من ضمن هذه الشاحنات أيضا نتحدث عن 20 شاحنة خاصة بالمساعدات لدولة الإمارات الشقيقة، بالإضافة إلى دخول عدد من شاحنات الغاز، نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار من خلال بوابة معبر رفح المصري مباشرة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه المساعدات تدخل من خلال هذا المعبر لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة، لكن كل الأمال معلقة أيضا على زيادة وتيرة دخول أكبر عدد من المساعدات نظرا لأن قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى مزيد من المساعدات خاصة المساعدات الغذائية. هذه هي الصورة اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصري. عودة إليكم مرة أخرى.